السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعلمه أو حنتعرفوا فيه طريقة إضافة صور سواء من الجهاز أو أونلاين فوتوز في برنامج مايكروسوفت إكسل. لأي حد قال علاش احنا قاعدين نمشوا بوتيرة بطيئة، بالعكس احنا حاليا في الدورة أو في مجموعة من الدروس الخاصة ببرنامج مايكروسوفت إكسل احنا قاعدين نمشوا بوتيرة ثابتة، يعني قاعدين نتعلموا في الأساسيات، قاعدين نتعلموا إضافة صور، طريقة التنسيق، طريقة إضافة معادلات، طريقة العمليات الحسابية، طريقة إضافة مشروع، حفظ مشروع إلى آخره من الدروس اللي تم طرحها. احنا قاعدين نحاول نتعلموا كل مرة شيء بسيط لعند ما في النهاية مع الوقت الموضوع حياخد وقت، يعني مش حنبدو في شرح أشياء معقدة أو معادلات صعبة في برنامج مايكروسوفت إكسل، لأن الشيء هذا حيخليك لربما تخاف أو تعتقد أن البرنامج مريب وصعب. فلذلك احنا قاعدين ناخذ كل مرة في جزء بسيط وربما البعض يراه تافه، لكن عم تنكملوا كل جزء مع جزء في لحظة من اللحظات حتحس انك بديت تعرف هلبة تفاصيل على البرنامج. فحاليا خلال الدرس القصير هذا حنعرف جزء بسيط جدا في البرنامج، هو طريقة اضافة صور او اي طريقة اضافة صور في برنامج مايكروسوفت اكسل. فحنفتح اول شيء البرنامج اللي هو الاكسل، ثم حنختاروا اي مشروع جاء واتي، بس احنا حناخد على المشروع اللي اسمه بروجكت اللي عملنا عليه في الدروس الاولى في البداية، ثم حننتقلوا من هوم لانسيرت اللي هي قائمة اضافة. حنلقوا عندنا خيارين، خيار بيكتشرز وخيار اونلاين بيكتشرز، وكذلك حنتعرفوا على الشيبس. فلو ضغطنا على بيكتشرز الخيار هذا يعني ان احنا نختاروا صور من صورة من الصور الموجودين في الجهاز نفسه. على سبيل المثال طبعا كبرنامج مايكروسوفت اكسل عادة انت محتاج تجربة عمليات حسابية او غيرها، لكن لربما في لحظة من اللحظات انت حاب تعرض مجموعة من البيانات وتبي ترمز البيانات اللي انت قاعد تستخدم فيها في صورة، فهذه طريقة اضافة الصورة. لو تلاحظوا ان بمجرد ما ضغطنا احنا على انسيرت واضفنا صورة طول بمجرد ما ندخل على الصورة تزيدنا قائمة زايدة اللي هي البيك الفورمات، أو غالبا في العربية حتكون تنسيق، وفي أعلى منها مكتوبة Picture Tools أو أدوات الصورة. لو نضغط عليها الخيارات هذه موجودة لربما تكون متشابهة جدا في برنامج مايكروسوفت وورد أو مايكروسوفت باوربوينت، وهي متشابهة في كل برامج الأوفيس للصور، أي أن كيف نعدل الصورة، تعطيها إفكتس معينات، تغير لها اللون الخاص بها، مثلا تخليها كلها على الأصفر، او مثلا تدير لها حدود معينه او تخليها دائريه او ايا كانت، تغير الطول والارتفاع متاعها، دير لها كروب على سبيل المثال، ثم كروب تو شيب ان تخليها الصوره تتشكل على هيئه شكل معين هيك على سبيل المثال، او على سبيل دائره، ثم مش حتكون دائره مساويه فنمشوا من كروب ثم اسبيكت ريشيو ثم نديروا 1:1. ثم تشبه هذه كلها لو تلاحظوا حاجات بسيطة، احنا حاليا تعرفنا على طريقة اضافة صورة وطريقة التعديل الخاص بها. كذلك في اسلوب تاني لاضافة صورة من انسيرت هي الاونلاين بيكتشرز، اذا ضغطنا عليها حاليا ما فيش انترنت كونكشن، لكن بمجرد انك حتستخدم صورة من النت والمايكروسوفت اكسل نفسها يوفر في مجموعة من الصور. وكذلك عندنا خيار اخر اللي هو شيبس او اشكال، يعني نقدروا حنتعرفوا على شيء بسيط، بس ان احنا لو في شكل احنا محتاجينه هو مش موجود من الاشكال هذه، مثلا احنا محتاجين شكل يكون بالاسلوب هذا، ما في شكل هيك حاليا هو في مايكروسوفت اكسل، لكن كيف حنقدر نصنعه؟ حنحدد الشكلين ثم حنمشوا لقائمه فورمات، احنا عندنا العديد من الخيارات، ومن هنا جروب كليك يمين ثم جروب. احنا بمجرد ما درنا الشيء هذا حاليا نقدر نتحكموا فيهم بالضبط مع بعضهم مهما كان عدد الاشياء اللي احنا قاعدين نستخدمه فيهم، نقدر نفصلوهم جروب اند جروب. وعندنا عدد كبير جدا من الخيارات، كذلك الايديت بوينتس هذه ندير عليها كليك، هذه اذا احنا عابين نعطوا تعرج معين احنا نبوه في الشكل، يعني نقدر نغيره الشكل الموجود حسب ما احنا نبوه، نكبره او نصغره او نعطوه اي زوايا احنا حابينها. نعتقد ان الدرس هذا انتهى وعرفنا حاليا كيف نضيف صور سواء من
طريقه او اسلوب اضافه صور في برنامج مايكروسوفت اكسل، سواء من الجهاز نفسه او سواء اونلاين قلنا بنفس الطريقه، وكذلك ان عرفنا نقدر نمشي لقائمه فورمات بمجرد الضغط على الصوره ونعدله في الخصائص الخاصه بها، زي من هنا الخيار كروب نخلي الصوره تتكون على هيئه شكل معين، وحتى نخلوها تكون دائرة مثلا، تكون دائرة مساوية او اي شكل كان يكون مساوي، نمشوا لي اسبكت ريشيو وتمديروا 1:1 او ايا كان انت الشيء اللي محتاجه. وكذلك من خيار الخيارات هذه اللي هي انك تعطيها اطار خاص بها او تخليها دائرية او دير لها لون خاص بها من خيار الافكتس. وكذلك تعرفنا على ان اذا احنا نبوا شكل مش موجود حنبوا ننشئوه، او في البداية تعرفنا كيف نضيفه شكل اللي هي من شيبس، ثم تعرفنا على كيف ننشئ شكل مش موجود اللي هو نمشوا نضغط على الشكل ثم نمشوا لفورمات، وافضل طريقة لها اللي هي من edit shapes ثم نمشوا لedit points ونبدو نعدلوا فيهم من خلال النقط السوداء هذه نجدوا حسب ما احنا محتاجين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط جدا بالنسبة لكم. ياريت لو في اي سؤال او استفسار او اي تعليق او اضافه تخلوه في الكومنتس او في التعليقات اسفل الفيديو، الشيء هذا حيساعدني على تطوير المحتوى في الدروس القادمه، وان شاء الله موفقين جميعا، نتلاقوا في الدرس القادم من السلسله هذه، والسلام عليكم.